حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع بآرائكم وأصواتكم حول الآراء أو المواضيع اللي نطرحها بحلقاتنا. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه إحنا عندنا تردد جديد اللي هو 10727 أفقي على مدار قمر النايلسات. أما الأرقام اللي تشوفوها ذني اثنين هذني إلى داخل العراق، وأيضا عندنا أرقام أخرى مخصصة إلى داخل وخارج العراق، إضافة إلى رقم آخر مخصص لبرنامج الواتساب. برنامج الواتساب راح يظهر لكم هنا. أتمنى 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 أنه تكون رسائل مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها، لأنه ما أقدر أستقبل أي اتصال على برنامج الواتساب. الفيديو اللي شفتوه وراء إشارة البداية هو جموع المتظاهرين بمحافظة ذي قار للمطالبة بإقالة المحافظ والمدراء العامين وخصوصا دائرة الكهرباء نتيجة سوء الخدمات بالعراق. واحدة من الخدمات اللي مدى توصل الشعب العراقي، وأكو فيديوهات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تبين الناس روحها شلون طافرة، وتبين انه الناس شلون تعبانه، وتبين انه الناس تعبت. خصوصا كلكم تعرفون حر العراق، وكلكم تعرفون الجو بهالايام خصوصا بشهري تموز واب، واحنا هسه درجه حراره ما تنطاق، مي ماكو وكهرباء ماكو. يعني اكو فيديو لشايب قاعد على الارض يقول احنا لا عندنا كهرباء نبرد ونفتح بنكة بيها، ولا عندنا مي نبرد بي جسمنا، فاحنا وين نطي وجهنا؟ فحلقة اليوم عن الخدمات. 17 سنة وذولا يحكمون، 17 سنة والأحزاب اللي تدعي انه هي إسلامية تحكم العراق، 17 سنة الحرامية تبوق والإنهابية تنهزم وأموال العراق مهدورة وأموال الشعب ما موجودة وخدمات العراق من سيء إلى أسوأ. جوي أولاً على ظهر الدبابة الأمريكية برعاية الاحتلال الأمريكي، برعاية القانون اللي سنه بولو بريمر، بلشوا يحكمون هذا البلد، قدموا وعود كثيرة، لكن العراق من 2003 إلى 2020 خلال 17 سنة شهر عن شهر دا يرجع لي وراء 20 سنة أكثر. منين نبديها؟ من التعليم. الحمد لله والشكر بالعراق أكو مدارس صينية بالقرن 21، صناعة ما شاء الله صناعة بالعراق صفر بالقرن 21 أو عصر التكنولوجيا، زراعة تصحر عندنا بشكل كبير، تحويل الأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، استيلاء على مزارع الناس والمواطنين ويبنون عليها حولها أرض واقع ويتملكوها ويبيعوها على أنه هي أرض عقارية، ملوحة دا تصعد من شط العرب ودا تهدد الحياة البحرية ودا تهدد الحياة النهرية ودا تهدد الحياة الزراعية. فإذا هاي واحدة من المشاكل. مي ما شاء الله البواري مال مي يذب مي يصمت صمت على قولة العراقيين، واكو فيديوهات كلكم تتذكروها يشعل بجداح المي يشتعل المي، ما حد يعرف كاك المي هذا مربوط ويا النفط لو مربوط ويا وزارة الري او وزارة المياه والموارد الطبيعية. واكو بواري فتحوها لقوا بيها حشرات، غير الدود اللي نزل للناس، غير المي المسموم واللي تأذت به أكثر شيء محافظة البصرة، غير أنه هسه حاليا المي مقطوع نهائيا، كهرباء ما شاء الله عقود عندنا مليارات الدولارات، يقولون صرفنا 50 مليون، ما أدري 50 مليار دولار، نسمع أرقام إحنا ما شاء الله المليارات نسمعها على الورق
ونسمعها بالأخبار ونسمعها من السياسيين، بس ماكو واحد من الشعب العراقي شاف لليوم أكو دولار واحد انصرف على عمود مال كهرباء بحيث وصلوا به كهرباء المنطقة ما بها كهرباء أو حسنوا من الطاقة الكهربائية. نسمع سياسي يقول احنا اشترينا مولدات، اشترينا محطات توليد طاقة كهربائية، اشتغلت موسم وموسمين ووقفت وعطلت وحاليا هي موجودة بس عاطلة عن العمل لأنه أولا ما سوى لها صيانة، ثانيا اشتراها قديمة. وين نروح بعد؟ شكو بعد بالخدمات؟ شوارع ما شاء الله، شوارع العراق حفر ونقر وطسات ومجاري طافحة بالعراق، تمطر الدنيا تفيض الدنيا والعراقيين بيوتهم تغرق وموادهم الكهربائية تخرب، يا أما بسبب الانقطاع المستمر أو انقطاع ورجوع للتيار الكهربائي، يا أما تخرب من المي اللي يطب لهم بالمطر بالشتاء. فموضوعنا اليوم هو الخدمات بشكل عام. أكثر شيء اللي هسه تعبانين منه الناس هو الكهرباء، لأنه واقع مزري. واقع الطاقة الكهربائية بالعراق بائس جدا. عندنا وزارة يقولون بها 220 مدري 230 ألف منتسب، بس 230 ألف منتسب ما سمعنا لليوم شدوا برج أو واير أو محولة أو محطة توليد طاقة كهربائية جديدة. سمعنا الشهر الثاني لما كان وزير بزمن المالكي قال احنا راح ان شاء الله بال 2020 مدري بال 2023 مدري بيا سنه قالها بوقتها انه الطاقه الكهربائيه تكون 100% والشعب العراقي راح يتمتع بطاقه كهربائيه وما يصير عندهم انقطاع للتيار الكهربائي. الحمد لله والشكر تمتعوا الشعب العراقي بانقطاع للتيار الكهربائي بشكل 100%، واكو ناس فقره ما تقدر تسحب ولا امبير من المولدات فعايشين بالحر بالضيم. حسن من الناصريه ويانا، حياك الله. السلام عليكم حبايب، شلونك؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام. تحياتي لكم والقناه الرافدين. حياك وبياك اخوي العزيز. حبيبي موضوع الكهرباء بالنسبة يعني شوف طبعا الديوانية ما مقصورة وكل محافظة نعم وجاي تعاني يعني باستمرار نعم. خوش حبيبي احنا شي نقول لك، شو قدمت لنا الحكومة؟ شو كهرباء مشترى بفلوسنا وباقي لنا حشا سامع الحيتان نايمين وماكلين براسي وبراس ذاك وبراس المواطن الفقير. صح الكهرباء مشترى، الماي حتى الماي قام يبيعونه، اللي حضرتك مساعة تحكي انت على الماي قلناش الماي مشترى الكهرباء مشترى شنو الله شاهد يعني اليوم تطورت هاني المحولات يعني محولاتهم شلون تحترق الحراميه ماكو وراسا يجون يطلعونها يعني بحياة راقيه من الديوانيه معروفه بحي الجامعه هو والفقره لهم الله نعم. شو السؤال فيها وحدة اثنين يا أخي معاناة والله العظيم إذا جاي يعني يتورجون وأتمنى يعني أتمنى ولهم ما عندهم غيره لابد ما صوت المواطن يسمعهم يسمعونه ويوصلهم ويتعدي ها بس حقه هو نايم الحيتان نايم على السبالت والتبريد ما يهيس بالكهرباء شو وقت تنطف شو وقت تجي والفقرة والله العظيم متوارج عليهم انت ما محلف فلوس انبير ما حدا ينطي نعم. ما تقول لي عن شو يصير بروح الحسين يشتري الماء يشتري الكهرباء يشتري النفط والماء المن يصير الكهرباء فلوس الماء بفلوس حتى الماء خلوه بفلوس يعني شنو بروحه وبهالحر وهالمعاناة وجاي تشوفونه حتى المولدة مالت الشارع يقول انا ما جاي اشغله يعني خلينا نكون واقع يعني العدة جهة احنا مريض شو يكون بحال نعم الهيتان تصرف بهالملايين والفقرة والله احنا ما اريد حقنا يعني ابسط مطالب الكهرباء نعم نعم
اتمنى يعني. شكرا اخي وانا كل شكرا 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 لك اخ حسن. يعني مثل ما سمعتوا الاخ حسن باتصاله يقول المواطن اليوم يشتري المي ويشتري الكهرباء ويشتري حتى النفط اللي عنده مولد هم انا مو قادر يشغلها لانه مو بسهوله تقدر تاخذ النفط، واحنا نريد ابسط مطالبنا اللي هي الكهرباء. مع الاسف العراق بالقرن 21 عصر التكنولوجيا، هذا البلد اللي في فتره من فتراته كان قبله للسياح وقبله للعلم لدول الجوار ودول العالم، اللي جامعة بغداد في فترة من الفترات صارت رقم 7 عالميا من مصاف الدول من مصاف الجامعات العشرة العالمية والمعترف بها عالميا. هذا البلد اللي كانت به صناعات وكانت به تكنولوجيا، مع الأسف احنا بالقرن 21 يقول احنا ابسط مطالبنا احنا نريد كهرباء، علما انه المواطن ما المفروض يطلب كهرباء، علما ان المواطن ما المفروض يطلب مي، علما ان المواطن ما المفروض يطلب صحة زينة أو توفير الأدوية أو يطلب أنه تكون الشوارع ما بها طسات أو يطلب أن تكون شبكة المجاري صحيحة بحيث من تمطر الدنيا تقدر تسرب مياه الأمطار وما تفيض الدنيا، أو يطلب راتب لعمله لتعب جبينه لعرقه. ما المفروض هذا الشيء؟ المفروض المواطن العراقي بالقرن 21 يوقف ويقول أنا أريد أحسن دخلي، أنا أريد أطور هذا البلد، أنا وزارة الصناعة والله دا تبني لنا مصانع بس هاي المصانع ما عجبتني، أريد مصانع أحسن من المصانع بفلان دولة، بس ما شاء الله الشعب العراقي اليوم يقول أنا أريد بس كهرباء. أبو زينب وياي من النجف؟ أبو زينب؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. هذا بالنسبة لموضوع الكهرباء، يعني أصلاً والله العلي العظيم صار من المعيب الحديث به. نعم. يعني كهرباء ماكو بالعراق من سنة 91 إلى اليوم من ضربتنا أمريكا بشغلة الكويت. هسه خلينا نترك ذاك الجانب، نحسب من 2003 إلى الآن 17 سنة. لنفرض العراق ما بي ولا محطة كهرباء خلال 17 سنة، ما يقدرون يبنون ولا محطة؟ يفكرون شلون يمدون خطوط؟ نستورد كهرباء من إيران، وشلون نمد خطوط نستورد من الأردن، وشلون نستورد من السعودية، وشلون نستورد من تركيا؟ ما يستحون على أرواحهم بدل ما هاي وصرف هاي المسافات اللي هي آلاف الكيلومترات وتكلف عشرات المليارات من الدولارات. شركة سيمنز الألمانية أعظم ثلاث محطات توليد كهرباء بالشرق الاوسط في مصر كلها بسبع مليارات وتفيض عن الحاجه والباقي تصدره، بس هذول مو ما يقدرون، انما ما يريدون. واكو فرق، لان اذا سووا الكهرباء وسووا المي وسووا التجاره وسووا كذا، الله وكيلك ايران راح تموت من الجوع. هذول تبعيتهم كلهم للخارج، تبعيتهم لايران. اي شغله تصير قال لك ايران، ها قبلت او ما قبلت، رادت او ما رادت، طلعت على الموضوع. انتوا شو عليكم؟ ايران شو لها علاقه تتدخل بامورنا؟ هم يخلونا احنا نتدخل بامورهم. وقبل شويه على قناه العراقيه ما يفتح محافظ النجف يطلع يقول حصتنا احنا بس 8 ساعات. هذا لو محترم ويستحي لكان يقدم استقالته. يعني شوف انت وزراء على مستوى دول مرموقه بالعالم، حادث بسيط يصير مع القطار والوزير قاعد بمكتبه، يعني صار خلل فني او كذا، او الـ او الشيبي هذا سائق القطار مثلا متعاطف شيء مخدر او كذا، هذا الوزير راسا يقدم استقالته. بس ذولا عمي جايين ما شايفين، جايين بس يردون يلخفون، مثل ما قال ابراهيم الجعفري يقول جئنا لنبقى. جئت لتبقى شنو مال تبوك؟ زين جئت لتبقى، ايش قدمتوا لنا انتوا؟ ايش قدمتوا لنا؟ ايش سويتوا لنا؟ رجعونا الى القرن العصر الحجري. الله وكيلك، يعني صرنا ضحوكة الكره الارضيه. نعم نعم. وبعدين بالنسبه لهاي الالمانيه، مع احترامي لها وناشطه وصحفيه وكذا، قلبوا الدنيا عليها بالاعلام. بينما عراقي وهو زميلنا واخونا الاستاذ توفيق التميمي مختطف من شهر شباط، صار له 5 اشهر. ما حد قالهم على عينكم حاجب ولا حد سأل عليه، والعتب الكبير على نقيب الصحفيين مؤيد اللامي اللي ساكت كالشيطان الاخر كل شيء ما يعلم.
واي شغله تخص الاحرى الله يقول لك انا الزم العصا من الوسط واكسب جميع الاطراف ومرتاح، وهو ايضا يقف مليارات. فالقضيه حبيبي بيد الشعب. نعم الشعب هو مستمر الاهانه والذل. نعم وشكرا. شكرا جزيلا لك ابو زينب. سعد من الكويت حياك الله. يا هلا بيك وتحيا والدوم يا أستاذي، ولكن أنا أريد أحكي سؤال مهم يعني هسه أريد أحكي. نعم. أموالكم وين تروح يا أستاذي؟ مليارات العراق التي تعمر العراق عشرات المرات بالخدمات والكهرباء. بجيوب السياسيين أنا أجاوبك، اللي كانوا حفاي وهسه ملتي مليارديرية. طيب أستاذي بالنسبة لبرنامجكم أيضا يفيد المجتمع وينور المجتمع يا أستاذي، برنامجكم يفيد المجتمع وينور المجتمع. نعم. ونحن ندعو للإصلاح والخلل والإصلاح الخلل وتصحيح المسار الفني والمعنوي والمادي والصحي والكهربائي يا أستاذي. نعم. وآخر الكلام شاف أصحاب النوايا الحسنة من الالتهاب والحساسية والتعصب العصبي والتصلب العصبي. تحياتي لك يا أستاذ. شكرا شكرا جزيلا أخ سعد. أم أزهار من بغداد حياك الله. أم أزهار السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أحييك وحيي هاي القناة الحرة العظيمة وعامليها. بالنسبة إحنا لا توجد خدمات، كانت قبل 2003 كان العراق مزدهر، كان الخدمات والكهرباء والعمل وكان كل المي النقي وكان المعامل وكان كل شيء، لكن من يخلي العراق ينهض؟ من كان العراق هو أول دولة بالعالم كله بصناعته وفي إنتاجه، لكن هذول المعارضة اللي كانوا يقدون بالخارج كتلوا نفسهم حتى يرجعون للعراق حتى يخربونه، قاموا يبحوشون ويا الأمريكان إلى أن إجوا يردون ينتقمون من العراقيين، يردون ينتقمون، وفعلا أمريكا انطتهم القوة وإجوا وخربوا ما خربوا ودمروا ما دمروا، لكن ما يستحون هذول يعني صار لها 17 سنة مو كان عندنا، كانت عندنا كهرباء ما تنقطع، كان اكو محطات، ليش ما يبنوا المحطات بكل المحافظات؟ ليش هم ايش قد كم مليار صرفوا على الكهرباء؟ نعم. وكم مليار صرفوا على المياه؟ وكم مليار صرفوا على كل شيء؟ كله بجيوبهم. هذول الاوباط اجوا جياعه، اجوا يشبعون، ما اجوا يخدمون، عمرهم ما خدموا. هذول الناس يكرهون الشعب العراقي ويكرهون، اجوا يردون من الله، يردون يعيشون هنا اللي كانوا يلفطون بالخارج، اجوا يردون يبوقون ينهبون يسلبون. يقول لك واحنا شنو فز بالعراقيين؟ اسف على هالكلام. وهذا ابو الكويت اللي يقول الكويت هي ماخذة نص شط العرب، يعني احنا من نلتفت ايران من جهة حاكمتنا، الكويت ماخذة نص شط العرب، تركيا تحارب الشمال، منين نلتفت بعد؟ ما شاء الله الدول العربية كلها محاصرة كلها ويا خلت ايدها بايد هذول المشعوذين. نعم. اللي يبوقونا. نعم. وان شاء الله ما يبقى العرب. شكرا 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 لك ام ازهار. بس عندي اتصالات كثيره ما اريد واحد ينقطع وياي. شكرا جزيلا لك. ابو عامر من الموصل حياك الله. ابو عامر يبدو انه ابو عامر انقطع الاتصال ويانا، اتمنى يرجع لنا حتى نسمع رايه. حسين من الكوت حياك الله. حياك الله. السلام عليكم اخوي العزيز. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله اخوك سيد حسين الهماشي من محافظه واسط قضاء الاحرار. حياك الله وآل عماش وياك. اعلامكم اعلام حر، واتمنى انه تمنحني الفرصه ان اتحدث وياك بكل حريه
وتخلي الوقت عندي يعني وقت ما يتاخذ من مستمعينا، لكن تمنحني الوقت اللي اقدر اتحدث به من خلال قناتكم، من خلال قناتكم، من خلال اعلامكم. جاي نحس انه قبل 2003 كان العراق عباره عن واحه اوروبيه. يا استاذي يا عزيز يا اخي، يعني شنو اللي تقدم للاستلام صدام حسين الحكم من عبد الكريم قاسم لحد 2003؟ نتمنى انه نتناقش بهذا الموضوع الكهرباء، شنو اللي قدمه ذيك المناطق وشنو اللي قدمته الحكومه السابقه خلال هاي. انا قلت احنا ما نريد نحكي على اللي فات اخ حسين. اخ اسمح لي يا استاذ، بس اسمح لي، اسمح لي انت اخ حسين، اسمح لي. احنا نتحدث بموضوع الكهرباء. موضوع الكهرباء مو كان بوقت النظام السابق حتى ساعه واحده ما تجي، ساعة واحدة ما نشوفها. ثق بالله أنا أحشيك ابن عرب، ثق بالله أدي أخلي نفسي أحط على جسمي غاز وأنام من الحشرات والبق وغيرها. فشنو اللي صار قبل عن هسه؟ حكومات، حكومة بعد حكومة، حكومات فاسدة. إذا كانت حكومة سنية كردية شيعية كل الحكومات بدون استثناء. أخ حسين، بدون استثناء حكومات فاسدة. تسمح لي أنت تقول أتمنى أتناقش وياك. نعم تفضل. أنت تقول أتمنى أتناقش وياك. إحنا اللي قبل 2003 ما نريد نحكي به. أنا من حكيت هسه وقلت كانت جامعة بغداد رقم 7 عالميا، هاي بالسبعينات لما كانت الدينار العراقي 3.3 دولار. أنا ما دا أحكي قبل، أنا ما دا أحكي شان العراق قبل 2003. إحنا دا نحكي وراء 2003. عمي قبل 2003 كانت الدنيا تمطر ما تفيض بغداد، هسه كل مطرة تفيض بغداد. أستاذ أنا أريد أسألك. يعني أنت هسه سألتني وقلت تفيض بغداد. زين، رئيس مجلس النواب، رئيس مجلس النواب هو من المحافظات السنية، وهو رئيس مجلس النواب، ليش ما يسعي الى اعمار واسط، اعمار الناصريه، اعمار محافظه؟ اوكي اعمار اوكي، اذا تريد احنا ما ندخلها بطائفيه. اخ حسين، اخ حسين، احنا ما ندخلها بطائفيه. اذا تريد نحكي كسنه وشيعة، هم قدموا شيء لمحافظاتهم السنيه حتى يقدمون شيء لمحافظات الشيعة، او قدموا شيء للوسط والشمال حتى يقدمون شيء للجنوب؟ اخ الكريم، المشكله خلينا نقول الحكومه الشيعيه مو خوش اوادم. احنا نتامل بيهم، نتامل من الاخ محمد الحلبوسي، نتامل من الاخ السياسيين السنه. انا اقول لك ياهو كل اعتراف وبصريح العباره انه حكومه عندنا شيعيه عباره عن لصوص ليس اكثر. وليش النواب السنه اللي بالبرلمان مو لصوص؟ لا كلهم لصوص. انا اقول لك يا، بس احنا ليش ما نتامل من حكومه، مثلا نقول نعتبرها حكومه سنيه، حكومه كرديه، ليش كل انسان يسعي فقط لجماعته؟ ليش الاكراد يسعون لمحافظاتهم وساعدت تجهيز الطاقه الكهربائيه 24 ساعه؟ بس من رخصك، احنا ما نسعي الى جماعه. احنا عندنا رساله واحده تقول لا للعمليه السياسيه بسنتهم، بكردهم، بشيعتهم، بكل طوائفهم، لا للطائفيه. ما نريد نحكي بمحاصصه. هاي يا اخي احنا جاي نحكي موضوع عام. بس انت لا، اني بس اعطيني مجال اخي حسين. انا راح اقدم لك محافظاتكم. نعم، راح اقدم لك رساله الرافدين، رساله الرافدين لا للعمليه السياسيه، لا للطائفيه، لا للاحتلال. يعني كل شيء بنى على ظهر الدبابه الامريكيه وما بعد، والطائفية والمحاصصة وما أعرف شنو، والميليشيات والقتل على الهوية والأتاوات والبوق والنهب من السنة، من الشيعة، من الأكراد، إحنا رافضي قلبا وقالبا. إحنا دا نحكي على كل هذني. لما صارت بوقتها بيع المناصب ومحمد حلبوس اشترى المنصب، هللنا وحكينا وقلنا محمد حلبوس اشترى وأبو مازن ساعده وغيره وغيره وغيره. لما مشعان الجبوري قال كنا نبوق، اطلعنا وحكينا. اما هسه احنا ما بدنا نحكي ونقول طائفه معينه او جزء من الحكومه مو زين والحكومه الشيعيه مو زينه، لا، احنا بدنا نقول الحكومه كلها ما تقدم كهرباء من الشمال للجنوب. اذا العراق اللي عايش بزاخو، والعراق اللي عايش بالفاو، والعراق اللي عايش بالانبار، والعراق اللي عايش بدياله، هو ماكل نفس الضيم من هاي الحكومه. فاحنا لا نريد نقول هذا احسن من هذا، ولا سني احسن من شيعي. الله يبارك بيك وسلمك حنجرتك. بس اذا تجي وضيفك احنا بمحافظه واسط وتشوف محافظه واسط عباره عن محافظه منكوبه،
كل العراق اخ حسين محافظة واسط استلمها، عفوا اخي، محافظة واسط استلمها المجلس الاعلى بقيادة عمار الحكيم من حج محمود الى هذا اليوم. هي محافظات منكوبة، محافظة الجنوب وبالاخص محافظة واسط استلمها تيار الحكمة، دمرها دمار، رجعها الى تحت الصفر. يعني انتم هسه اذا تريدون تناظرون على مستوى محافظاتكم تحمدون الله وتشكرون على كل حال، لان احنا مناطق منكوبة يا اخي العزيز، احنا مناطق منكوبة نهائيا. طيب. مدمرة دمار، بنى تحتية وطرق. طيب. وكهرباء واسلاك ومحولات، اذا نتحدث على هذا الموضوع هي تحت الصفر. طيب اخ حسين، انا اعذرني. نعم. اعذرني النقاش. نعم. يعني يطول وجميل جدا واتشرف فيك برنامج صوتكم، لكن اكو متصلين كثيرين بس. نعم. لا خادم صغير بس اردى انبه، يعني انوه لك على نقطه صغيره اخ حسين قبل ما انهي الاتصال. نعم. انه اعرف نقطه. نعم. مهمه، انه اكو شيء اسمه ميليشيات، ما نعرف هي تتبع المن، ما نعرف تتبع رئيس الوزراء، ما نعرف تتبع حزب. بس اعطيني مجال، بس اعطيني مجال اوصل لك. هل وعد الشيعة، بس اعطيني مجال اوصل لك هالكلمه هاي. فضل. ما نعرف هي دا. نعم. تتحكم لو هي دا تنحكم، لكن هاي الميليشيات ما تسمح لاي نظيف، اي نظيف من مدير عام واصعد الى رئيس جمهوريه ان يبقى بمنصبه. اذا ما يبيع وما يشتري وما يعطيهم حصه وما يعطيهم فلوس وما يبوق وياهم فما يبقى. فاحنا من دا نحكي واقفين ويا المتظاهرين ويا الثوار، لانه عارفين المتظاهرين والثوار قلبهم على هالبلد، مو مثل ذول السياسيين اللي جوي حفاي وصاروا مليارديريه بفلوسي وفلوسك. شكرا، شكرا جزيلا لك اخ حسين. محمد من كربلاء ويانا، حياك الله. محمد من كربلاء، يبدو أن الاتصال يا محمد من كربلاء انقطع. أبو عامر من الموصل رجع لنا، حياك الله يا أبو عامر. حياك الله أخوي العزيز. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي العزيز، إن شاء الله هذا موضوعكم أنا على مود شغلة الكهرباء. نعم. والله الكهرباء الله وكيلك صفر. يعني هسه الكهرباء عندنا بالموصل كله تجاري. نعم. يعني احنا ما نترجى منهم شيء بخير، الله وكيله. هاي الحكومه عندنا وزير كهرباء، وزير الكهرباء ما يقدم لنا كهرباء، ما يقدم لنا خدمات الكهرباء. وين الكهرباء؟ ما صار وزير الكهرباء. يعني ما بيهم خير خلاص. ويجي بيه خير ويريد يخدم البلد، الله وكيله ما يقدر يشتغل. يشتغل على ما تطلب منه ايران. نعم. تطلب ايران، هم اجنده الايران ينفذون، ولا مالك يخدمون الشعب العراقي، يخدمون العراق والعراق يزدهر. هذا شيء مستحيل هذول الجماعه يسوونه، هاي الحكومه. احنا ما نترجى بهم خير خلاص. هذول ناس مشروع ايران، ناس خدمت ايران. نعم. وايران هي عدو العراق. ايران هي عدو العراق، وهذول ينفذون المشروع الايراني بالعراق. نعم. يعني شو ترجى منهم خير؟ ناس أجندة إيران. شو ترجى منهم خير هذول؟ والله يا أخي العزيز، والله ما بيهم خير، لا يوفروا لنا كهرباء، ولا يوفروا لنا مي صالح للشرب. يعني هذا المي قاعد يجينا، الله يوفي لك، مي كله ملوث. وأشكرك أخوي العزيز. شكرا. والله حمال بيه. شكرا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، انا قلت الاخ حسين من الكود، قلت او اي حسين من الكود، قلت له رسالتنا انه هي لا للطائفيه لا لعمليه سياسيه ولا للاحتلال. عفوا، هي مو بس لا للطائفيه، هي لا للدستور اللي اسس الطائفيه. عندنا فاصل قصير مشاهدينا الكرام، وراجعين لكم، لا تروحون، ابقوا ويانا. Thank you.
فعليا. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. مثل ما شفتوا بالفيديو بعد الفاصل، هذول ايضا متظاهرين في العراق نتيجة لسوء الخدمات وتحديدا انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر عن العراق، ومطالبهم بتصعيد التظاهرات من اجل اعادة التيار الكهربائي بسبب الحر اللي دي يحسون به بهاي الاجواء اللي يعيشها العراق بهالايام تحديدا. حسين من الكوت يقول خلينا نتأمل من محمد الحلبوسي على الأقل أو بالسنة، لأن الشيعة هو قال عليهم حرامية، بلكة السنة يكونون أحسن، هو حكى بهاي الصورة. لكن بس أريد أخ حسين يتذكر أنه أنا قلت له أن الميليشيات ما تسمح لأي نظيف يكون موجود بالعملية السياسية، لأنه هذا شرط إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وتذكر سليم الجبوري من كان رئيس مجلس النواب وراد يروح لديالة اللي هي محافظته ما قدر يطب، ومن عاد الميليشيات أن يدخل للمحافظة، وحيدر العبادي أيضا راد يروح إلى محافظة أنبار الصور ومنع، أو بابل عفوا جرف الصخر ومنع من قبل الميليشيات. ومحمد الحلبوسي أو أي نائب سني، أسامة النجيفي، محمد الحلبوسي، محمد الكربولي، أي واحد بهم إذا بي خير خلي رجع النازحين المناطقهم، مو يعطي كهرباء للشعب العراقي. أبو علي من بغداد ويانا، حياك الله. انقطع أبو علي، أتمنى ترجع لنا يا أبو علي. آزاد من محافظة ديالى، حياك الله. آزاد تسمعني؟ يبدو أيضا اتصال آزاد انقطع، أتمنى ترجع لنا. متظاهرين بناحية الطف بمحافظة كربلاء غلقوا الطريق المؤدي إلى مركز المدينة بالتيارات المشتعلة أو الإطارات المحترقة، احتجاج من عندهم على انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، وقالوا أنه ناحيتهم اللي تضم أكثر من 10,000 شخص دا تعاني من 10 أيام انقطاع تام للتيار الكهربائي، ومرات يصل أقل من هالمدة من 18 ساعة إلى يوم واحد. وقالوا أنهم أغلقوا الطريق للضغط على الجهات المعنية حتى تجد الجهات الحكومية الحلول لهم، وأكدوا أنه إذا ما استجابت الحكومة لمطالبهم راح يتوجهون إلى دائرة الكهرباء ويبدون اعتصام مفتوح أمام دائرة الكهرباء. وأهالي ناحية الحسينية بمحافظة كربلاء أيضا همينا قطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على استمرار أزمة الكهرباء. ومحافظة النجف أيضا المتظاهرين هناك قطعوا الطريق المؤدي إلى مطار النجف الدولي، وكل هذا احتجاجا على تردي الطاقة الكهربائية. أبو علي من بغداد رجع لنا، حياك الله. الله يخليك، أشكرك وأشكر إذاعتكم الكريمة. حياك الله أخوي. الله يخليك، بس ملاحظ على مشغلة الكهرباء، قضاء المدائن. نعم. اي قضاء المدائن الكهرباء بها تعبانة، الزفت فردنوب. نعم. يعني نشكر البث اللي دفتهم. الكهرباء ما تفيد، حتى إذا يريد يعودون الكهرباء. الكهرباء يا أخي العزيز دمرونا، والله دمرونا بالقرآن. نعم. علما نشكي، بس دفتهم علما نشكي، نشكي الحكومة، نحكي للمحطات الكهرباء، كهرباء يعني انطوها 3 دقائق وهسه طفوها. نعم. العوائل تعبت، الناس تعبت، وقت وجوها بس اللي دفتهم. نعم. تلزمه وقال انا واني، ياهو تلزمه انا واني. ملينا بالكهرباء، والله ملينا، بالقران ملينا، قضاء المسيح تعب فردنا من الكهرباء. نعم. ماكو كهرباء يا اخي العزيز، المن تشكي بس دفتهم. طبعا المدان من اللي أدفته، من اللي لازمه، من اللي الكهرباء، يعني ماكو كهرباء يا ابن عمي. الناس وقفت وجوها. نعم. عانت ما عانت وتعبت وانتهت، ما قامت تجد بالشوارع. نعم. اي كهرباء ما في، خدمات ماكو. يعني من حكم الساعة من هالوسط. أنا أحيي هالوسط كليكم، والله هالوسط منطقة من كوبا تعبانة فدنا، لا خدمات، لا تبليط، لا كهرباء.
نعم. ملت العالم، ملت العالم. عم الناس قامت تترحم للزلمة صدام حسين، والله الناس قامت تترحم صدام حسين. نعم. وأشكركم على هاي الإذاعة الكريمة. لا شكر على واجب أخ أبو علي. شكرا جزيلا لك. مصادر صحفية بالنجف قالت أن الأهالي طلعوا بتظاهرات حاشدة وقطعوا الطرق بالإطارات المشتعلة احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي وسط موجة الحر الشديد التي تضرب المنطقة والبلاد خصوصا. وأضافوا أو قال عدد من المتظاهرين أنهم الحكومة إذا ما لبت مطالبهم في الوقت القريب وما وجدت حلول لهذا الموضوع بالذات راح يصعدون مواقفهم. أما القوات الحكومية في شارع الحسينية بوسط مدينة النجف استخدمت الرصاص الحي وأطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين من أجل تفريقهم، وذلك بعد وجود تظاهرات حاشدة للمتظاهرين مطالبين بمحاسبة المسؤولين الفاسدين وإيجاد حل لأزمة الكهرباء. فما وجد المتظاهرين غير أنه الحكومة أو القوات الحكومية ترفع أسلحتها ما شاء الله بوجه أخوتها وتطلق رصاص حي بوجههم. يعني إذا طلقة كتلتها كم واحد مو مشكلة. عد مصطفى الكاظمي يطلع لنا بيان. وها هي سجاد من كربلاء. ألو السلام عليكم أخي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي بالنسبة للكهرباء الله وكيلك إيران تريد فائدتها. نعم. والسعودية تريد منا فائدتها، احنا راح نسحب الحار من السعودية والبارد من إيران على المترضى الطرف وين ترضى. نعم. فاحنا مشكلتنا الكهرباء حاليا. بالنسبة للأحزاب لا خلي الرجل النزيه يشتغل، بالنسبة للكاظم اشتغل خوش اشتغل بالبداية ومشى، بس الأحزاب ما خلي تهددته. نعم. فما انت لا ظن العراق يصعد بعد ما طول ايران خلت ايدها بالعراق، لا ما يصل الى تطبنا بثار بدر وحنين مع الحرب ايران والعراق. ما طول ما ايش قد يعني قتلنا من عتم وش اسمه لازم ياخذون ساهم من عتم. فالله وكيلك ما يخلينا نرتاح. اخ سجاد انت تقول مصطفى الكاظمي بالبدايه اشتغل خوش شغل، يعني قصدك على ذول الاربعه اللي اعتقلهم من حزب الله؟ من حزب الله قبل هددوا رادوا يقتلونه، قبل هددوا وقبل تيهم. لا وطلب وساطه نور المالكي لانه ما قدر يطلع ما قدر يطلع حزب الله من المنطقه الخضراء لوم المالكي. ويطلع لك نائب او يطلع لك مسؤول يقول لك ترى مصطفى الكاظمي ما يحكم غير 10% الباقي مو بيده، بيد رؤساء الاحزاب. يا اخي الله وكيلك كلها احنا عندنا هاي المنافذ، المنافذ كلها بيد الاحزاب. فهسه هو على اساس خل مكافحه الارهاب على الحدود وش اسمه، بلك عود يقضون الحدود. بلك نترجاه خير ان شاء الله. نعم نعم. الله كريم وان شاء الله ان شاء الله تطفى ان شاء الله. نطلب من الله يكون يهلك هذول الفاسدين كلهم اللي جون. نعم نعم. شكرا شكرا جزيلا لك اخ سجاد. ازاد من ديالى رجع لنا، حياك الله يا ازاد. الله يحييك، رحم الله والديك. والديك الرحمه. ان شاء الله يخليك، الله يعزكم ويخليكم. نعم. اخوي اخ ازاد اذا امكن نصيلي التلفزيون اسمعني من التليفون. نعم ماشي نصيت الصوت كامل. نعم بس عندي كلمتين فقط. قول. العراق اغسل ايدكم من عنده، ما بقى العراق، ما بقى العراق، ما بقى يا اخي. ليش؟ لان ماكو شعب، يعني شعب يعني قبل كان شعب سبق وشجاع، هسه الشعب ما بقى لا شعب ولا عراق ولا عثمان. ومشكورين وجزيل الشكر لكم، رحم الله عليكم. شكرا شكرا لك اخ ازاد. لكن اخي العزيز الشعب العراقي ما نقدر نحكي عليه، ولا احد يقدر يقول انه الشعب العراقي ما موجود او مو حي او راح او انتهى، ولا احد يقدر يقول انه العراق انتهى، خصوصا اذا نعرف انه هاي مو اول نكسه
تنتكس بيها بغداد أو ينتكس بيها العراق، ولا أول موجة يجون بي ناس ما يحبون هذا البلد مثل التتار، وهذا مو أول احتلال للعاصمة العراقية بغداد. لكن الشعب العراقي حي وطول عمره حي وراح يبقى حي، والدليل على كلام أخ آزاد المتظاهرين اللي هم خيرة شباب هذا البلد اللي هم بعدهم صغار بعمرهم لكن كان تفكيرهم أكبر بهواية من أصغر سياسي أو من أكبر سياسي موجود بالحكومة العراقية الحالية، اللي أول شيء لغوا وقدروا ينتصرون عليه هو الطائفية. فالشعب العراقي حي وما نقدر ننسى هذا الشيء. شكرا جزيلا للمتصلين. أتحول إلى رسائل الواتساب. أول رسالة وصلتنا اليوم من أبو محمود من الرمادي: السلام عليكم، نطالب من حضرتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء لمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله نسمع الأخبار عنهم إنهم موجودين بمطار المثنى، والله العظيم أبرياء، فرحوا الأهالي وأطفالهم، والله محرومين، صار لنا أكثر من 4 سنين، حسبي الله ونعم الوكيل. خلي هاي الحكومة العراقية تحس من معاناة أهالي متخوفين على أبنائهم من وباء كورونا، وأطلقوا سراحهم وإحنا مقبلين على عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم، أبو حاتم من الموصل. أستاذ، هذول اللقطاء الموجودين بالعراق صناعة الاحتلال الأمريكي الإيراني وأعوانهم الفاسدين هم أداة تصفية للوطنيين من الشعب العراقي، صفوا كل من حارب العدو الفارسي الإيراني والاحتلال البغيض واللقيط الأمريكي الإيراني، وأعوانهم الفاسدين مستمر مسلسل التصفية على الإعلاميين والنشطاء والمثقفين وشباب ثورة تشرين اللي عارضون سياستهم الانتقامية. والله ناصر الحق على الباطل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أخي، معكم إشراق من صلاح الدين. والله يا أخي حكومتنا شلت خردة وصارت بحق الفقير، بس إن شاء الله حق العراق ما يروح هدر، تبين بيهم. وأشكر قناتكم الكريمة دا تحس بمعاناة الشعب، وفقكم الله، لا شكر على واجب أختي العزيزة. تحياتي لقناة الرافدين. هسه الفاسدين هم ما عندهم كهرباء، الله يهجم بيت المالكي وبيت كل فاسد بالعراق. إذا هسه المواطن ما عنده كهرباء لعد شو وقت يصير عنده الكهرباء؟ حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لكل كادر قناة الرافدين. فاتن من ألمانيا: السلام عليكم ورحمة الله، أخي أنا أطالب بالعفو العام، والله أخويا صار له 13 سنة بسجن الناصرية، حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. والله أخويا خلص عمره كله بالسجن، 13 سنة ترى مو شوية. أنا أم أنس أطالب بأخويا وجميع المسلمين السجناء، أخي غيابك يوجع قلبنا. وين مصطفى الكاظمي؟ والله العظيم بس بيكذب، بخير وغيره طلع غيره، لو بخير وغيره كان طلع السجناء هو على محمد الحلبوسي، بس كذب ما عندهم غيره. إن شاء الله تجيهم كورونا والله يحرق قلوبهم وبولدهم مثل ما حرقوا قلوبنا، والله خطية السجناء تفنيهم فني. على أساس مصطفى، على أساس مصطفى كلنا راح قللنا راح نطلع السجناء، بس مع الأسف عليه. أم أنس من الأنبار: أخويا العيب بينا إحنا الشعب، المالكي قال ما كنت أملك سترة ألبسها. السؤال منين جبت قناة آفاق ومنين المليارات عند الأديب وصلاح عبد الرزاق وخلف عبد الصمد وأعضاء حزب الدعوة؟ أخوكم ابن العراق. أخويا أفل، والله العظيم ولدنا أخذهم من الحاسبة لأن كان مسجون سابقا وعنده كتاب إفراج، يأخذونه ويخلوه يعترف تأييد ما تأييد، فنطلب بالعفو العام عن جميع المعتقلين وبدون استثناء، لأن أي عفو غيره يعني إبقاء الأبرياء بالسجون وإخراج الفاسدين والسراق. والله الواحد يقول لو نبي أخليه يعترف. السلام عليكم وتحياتي لقناة الرافدين وكادرها الطيب. كما تعلمون أن الشارع العراقي في كل يوم ينتفض بسبب سوء الخدمات وتراكم الأزمات يوما بعد يوم في مختلف مجالات الحياة دون أن يجد حلا فعليا أو عمليا، أما عينا بل وعود وهمية فقط. دعونا نعود إلى أسباب استمرار المشاكل في حياة الإنسان العراقي. فبعد عام 1963 بدأ النظام في ظلم الشعب العراقي بسوء الخدمات والتي كانت بسيطة في ذلك الوقت. يا أخي الرسالة جدا طويلة، أتمنى لو مختصرها حتى أقدر أقراها
أكثر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهالأيام المباركة اللي رفعت بها ستار الكعبة، نسأل الله القدير أن يحفظكم ويحفظ قناتكم الشريفة التي تسمع صوت المظلوم. نناشدكم باسم الله العظيم وبهذه الأيام المعطرة، أيام الحج الأكبر، بإيقاف الاستقطاعات من نخبة المتقاعدين من الجمعيات الأهلية اللي كسرت ظهورنا وتقليلها عرفنا بأطفالنا. وهالأيام الحج الأكبر والله لا يضيع أجر العاملين. بارك الله بكم ويحفظكم الله جميعا. محمد الشمري. أخ محمد، كثيرا ما دعا في هذه الدعوة، أتمنى من الجمعيات اللي ساعدت الناس في يوم من الأيام أن تساعدهم، خصوصا في الأوضاع الحالية اللي يعيشها العراق، لا رواتب لا شغل، خصوصا بأزمة كورونا. مشاهدين الكرام، قبل ما نختم، عندنا تردد جديد 10727 أفقي على مدار قمر نايلسات. نتمنى أن تدخلون هاي الإعدادات بأجهزة الاستقبال الخاصة بكم حتى نظل مستمرين وياكم. برنامج صوتكم انتهى في هذا اليوم، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة بنفس الموعد باكر ببرنامج صوتكم. في أمان الله.